نظر إليهم أحد القادة من جيش عمر بن سعد، نظر إلهم نظرة وحدة وراح لعمر بن سعد، قال له ماذا ستفعل بهم؟ قال له إلى الكوفة. قال له ثم؟ قال له ينظر في أمرهم الأمير عبيد الله بن زياد ثم إلى الشام. قال له ذولا تريدهم أحياء لو أموات؟ قال له لا أريدهم أحياء. قال له ذولا ما يبقون أحياء، ذولا يوم يومين يموتون. قال له ليش؟ قال له انظر إليهم، انظر إلى العطش ماذا فعلت، النار ماذا فعلت بهم، الشمس ماذا، شوف حالهم. قال له ماذا تريد؟ قال له نعطيهم ماء، فقط نعطيهم ماء حتى يعيشون، ناخذ لهم ماء نشربهم ماء ويبقون على قيد الحياة. اتصور لي بهالحال آل البيت، زينب، الإمام زين العابدين، الرباب أم الرضيع، بنات الحسين، كلهم هالعيال والأطفال، ويجيبوا لهم الماء قدامه. لما جاءوا بالماء يقولون زينب أشاحت بوجهها، ليش دارت وجهها؟ ما عندها قدرة باوع للقربة مالت الماء أبدا، دارت وجه الرباب، دارت وجه كل من كان موجود، أشاح بوجهه، والأطفال جميعا امتنعوا عن أخذ الماء إلا رقية أخذت الماء. يقولون رقية أخذت الماء والعيال كلهم ينظرون إليها، العيال كلهم ينظرون إليها، لكن رقية من أخذت الماء وين تتحرك؟ باتجاه المعركة، باتجاه الحسين، كأنها تنادي أبا حسين لقد جاءوا بالماء، أبا حسين لقد أبيح الماء، أبا حسين أعطونا الماء، أنت لآخر ساعة تنادي العطش العطش، أنت لآخر ساعة تريد الماء، لم يعطوك الماء. زينب سمعت الحسين ينادي وحق جدي أنا عطشان. أبو الفضل امتنع عن شرب الماء وأعطى كفيه. كل آل البيت عاشوا هاي المحنة، أنا شلون شلون أشرب لذيذ الماء حاش، أنا شلون أشرب لذيذ الماء حاشا حاشا، وهلي يقضى وكلهم عطاشا. شلون سمعت زينب القضية؟ شلون درت بعطش أخوها؟ شوية خلي أوصل لك الصورة، ها قبل لا أخذك للسبي واللي مرت بي زينبها، اللي عنده حاجة واقفة، اللي عنده مرض، اللي عنده هام، اللي عنده غاب، يا أخويا طرت الزلم والخيل يا حسين. هواي صعبة على المرأة، على الحرمة هواي صعبة. أسأل من؟ أسأل المشايخ، أسأل سيد فاضل، أسأل أبو غسق، كلكم الآن منو يقبل حرمة الطب بيناتنا؟ يلا كلكم أهل بيوت، كلكم أهل عوائل، كلكم أهل غيرة، كلكم أهل حمية، كلكم أنتم متربين هاي التربية غيرة وحمية، منو يقبل الآن حرمته تفوت من بيناتنا؟ تقل طريت الزلم والخيل يا حسين. ليش؟ طريت الزلم والخيل يا حسين، وادور على جسمك وين ما وين، ادور على جسمك وين ما وين. اسمع شد قله، اشر لي لون سالم باليدين، شيل ايدك ابو علي قاعد اصيح اخوي حسين، انا اختك زينب، انا طلعت من الخيام ادور عليك ابو علي، ارفع لي ايدك خلنا اشوفك من بين الجثث. طريت الزلم والخيل يا حسين، وادور على جسمك وين ما وين، اشر لي اشر لي لون سالم باليدين، ترى راح الشوف من نياض والعين.
تدري ليش هاي الحالة تصير عند الإنسان؟ الله يرحم سيد جاسم أبونا ومعلمنا ومربينا رحمة الله عليه. هذا البيت سامعين من عنده تقريبا من زمان. هذا البيت لما يريد يقرأ يقرأ ليلة 11. شي يقول زينب توصف الحال للحسين، تقول له أنا بخيمتي وحاير أذهاني، أنا بخيمتي وحاير أذهاني ولن المهر عار لفاني، لن المهر عار لفاني، يا حسين أنا شهبت الزلم من غير أواني. فهذا الكلام شوية قدرها، تقول يا ابن أمي يا ابن أمي اجيت بقلب هايم، اي والله هايم هايم على وجهه لقيت حسين نايم، على وجهه لقيت حسين نايم. الغيور يقدرها. يلا يا سادة يا مؤمنين شوفوا الكلام، على وجهه لقيت حسين نايم نايم، تدنيت وتولوني شتاي، والله تدنيت وتولوني شتايم شتايم، ندهت وصحت يا تاج العمايم، خويا صواوين الحرام صارت غنايم. أنا هذا البيت ما قريت الحاجة إلا قضيت، وما طلبنا به شفاء مريض إلا عوفي. شوية الكلام خليه في قلبك وخليه في روحك. هذا منو صاحب الكلام؟ عزيز الفيصلي من المحمرة. شي يقول؟ طلعت طلعت فازعة من في خدرها، خدرها من راد الشمر يذبح عمرها، طلعت فازعة من في خدرها من راد الشمر يذبح عمرها. شوف الصورة قدامك، شوف الحالة، تركض والوسيعة ما تلمها، ما بين الجثث يعثر جدمها، نوبة تصيح ابوها ونوبة امها، نوبة تصيح ابوها ونوبة امها، وثقل مصابها يجر بأثرها. هذا البيت، هذا 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 ما طلبت بي حاجة والله إلا قضيت. افتح قلبك. عليها صارت الحومة بعيدة بعيدة، وتشوف الشمر والسيف بيد المن جاي، تشوف الشمر والسيف بيده، قاصد للحسين يحز وريده. الله اش عظم زينب صبرها. بعد افتح قلبك يا موالي. سبقها الشمر لابن امها وتدنى، صعد ويلي على صدره وتثنى، صيح حسين يا حسين. سبقها الشمر لابن امها وتدنى، صعد ويلي على صدره وتثنى، ويلي شلون ون حسين ون، ويلي شلون ون حسين ون، من شاف دفع اخته وشمرها. هذا هذا شوية انتبه لي. دفعها الشمر عذرا يا صاحب الزمان، بس ذنوب عدنا، تشوف حالنا، تشوف واقعنا، انت شوفنا بمن منشغلين بمن ملتهين. دفعها الشمر
وعلى القاع طاحت واهش لون يا حسين صاحت اهش لون يا حسين صاحت حست روحها ويا حسين راحت وبحز النحار ينحز نحرها. بئت الدعاء اللي عنده حاجة اللي عنده مرض اللي عنده هم اطلب الثبات على الدين اطلب تطبيق الدين اطلب ان تحمل الاسلام مو بس شعار منهج. بيت الدعاء هذا خلي حاجتك اويلي اويلي شلون ردت قاطع الياس شو وقت قاطع الياس من شافت عزيزمها بلا راس السوت راحت للنهر تصرخ ايه راحت للنهر تصرخ ايه يا اخويا انكشف من اختك سترها نقرأ بيت الدعاء دوريت دوريت طلعت الولينا دوريت والله دوريت يا مطروح بالحومة لقيت خويا انا قعد يتيمة وعاتبيت وعاتبيت والله المثلك شلون يعوف بيت يلا بويا فرد ونا اي المثلك شلون يعوف اوف بيت. بعد وصاها الحسين لما وقفت على مصرعه يجود بنفسه مرمل بأرض كربلاء مضرج بدمه بهذا الحال مذخن بالجراح وقفت على رأسه نادت نور عيني يا حسين حبيب قلبي يا حسين نايم خيش لون نومه وحر الشمس غير رسوم الحسين يقولون أرباب المقاتل ما جاءوا بزينب كان مشغول بالمناجات كان في دعاء مع ربه وهو ينادي رضا بقضائك يا رب لكن هنا زينب ألحت عليه بهذا الحال صاحت أخي أقسم عليك بجدنا رسول الله أقسم عليك بأبينا أمير المؤمنين أقسم عليك بأمنا فاطمة بأخي الحسين إلا ما أجبتني فصاح الحسين وأجاب زينب بهذا القول زينب لقد زدت كربي كربا لقد زدت ألمي ألما ارجعي واحفظي لي العيال والأطفال شيل إيدك واقرأ عاشوري أنا بروحي لباري لك عيال وبعيني لسكت لك أطفال بليتام بليتام بار الغفا يا اخويا ولينا اي والله ولينام ولينام انا حرمة وطحت ما بين ظلام ونتك وياي اي والله حرمة وطحت ما بين